أن يشاب أبلغ من العمر 20 عاما، وأهلي لم يريدوا أن يزودوني إلا بعد أن أكمل الدراسة، ويقولون يجب أن تدرس وتزود نفسك بنفسك، فماذا ترون فيهم جزاكم الله خيرا؟ يجب على الوالد إذا كان يستطيع يجب عليه أن يزوج ابنه المحتاج للزواج، لأن ذلك من النفقة عليه. إذا كان الولد لا يستطيع أن يزوج نفسه وهو بحاجة إلى الزواج ليصون نفسه عن الحرام، فإنه يجب على والده أن يزوجه، لأن هذا من النفقة الواجبة عليه. وأما تأخيره إلى أن يتب ويزوج نفسه فهذا يخشى على الولد من الضياع ومن الوقوع فيما لا تحمد عقباه. فيجب على الآباء أن يبادروا بتزويج أبنائهم عند حاجتهم إلى ذلك. إلا إذا كان الولد له مال أو له كسب ويستطيع أن يزوج نفسه فإنه ليس على الوالد أن يزوجه، لأنه مستغن بماله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.